حط دخل يلا شرد جوا صندوق السيارة. هذا حسب نحسبه. سكر سكر عليهم سكر بسرعة بسرعة. دخل 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 عادي تخافش. بعضوش بعضوش بعضوش. دخلهم جوا. كم واحد عندك؟ هاي في غاد بس اهم شيء جوا جوا جوا. مشروش جوا السيارة بسرعة بسرعة. ويهرب جوا السيارة. يا حبيبي ادوا لي اياهم بالضبط. ليش يكون ولا واحد؟ انا لو واحد شرد بالسيارة بخرب الدنيا. كم واحد فيها؟ يعني 30. اسمع 30 واحد. سبعة. اللي في الكرتون لازم يكونوا سبعة. وسبعة 23. 23 اكيد يعني. فقدوا منيح هان. فقد منيح يا حبيبي اذا بدخل فور هان. لا لا اكيد من عندهم ان شاء الله. لا مش حلو. واذا دخل واحد من طوله بنصيده. زلمتنا تعبدي شو بخلي. اسمع في صوت؟ لا فيش اشي. إذا في شيء جوا بنحط له فخ ومن طوله. هات شوف لي اللي بالكرتونة عد لي إياهم واحد واحد عشان نعرف إنه ولا فار ضل بالسيارة. جردوا يلا عدوا لي إياهم. من الدنب يلا. هاي واحد. إبراهيم عد. تعال وين أخو تعال امسك يلا. إلك عد عد. أيوة أيوة شد. شش أيوة. هذول مرزرزات. في نوع لسه بيجي أكبر منه. هو عد بهمش يلا. قديش عندك في إبراهيم؟ قديش عندك في 14 15 15. قديش في عندك؟ 17 17. وهون قديش في 13 يعني 30. خلص ذهب ولا واحد الحمد لله.